بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل المحاضرات بتاعتنا الخاصة بمادة Signal Analysis and Systems. النهاردة بندي المحاضرة الخاصة بجزئية Fourier Series، بس مش بتاعة Continuous Time Periodic Signal، بتاعة Discrete Time Periodic Signals. الناس اللي بتذاكر معانا عارفين ان احنا بدأنا في الجزئية بتاعة Fourier Series. Fourier يعني ايه؟ يعني انا بحول السيجنال من Time Domain للFrequency Domain، بس احنا اشتغلنا في شغلنا قبل كده على continuous time signal. المحاضرة بتاعت النهاردة هنشتغل على discrete time periodic signal. ما زلنا في البريودك signal، يعني في الكونتينوس كنا شغالين على بريودك، هنشتغل في الديسكريت على بريودك. تعال نشوف كده. بنقسم الكلام بتاعنا. انا عندي Fourier series، في عندي continuous time periodic signal دي finished، خلاص خلصناها وشرحنا البروبرتيز بتاعتها. النهارده هنتكلم على discrete time periodic signal، ازاي نجيب لها Fourier series، وهنجيب لها كمان ايه الخصائص بتاعتها في نفس المحاضره. هتلاقي في تشابه كبير جدا ما بين Fourier series of the continuous time periodic signal و Fourier series of the discrete time periodic signal. يعني اللي هنشرحه النهارده كانك بتعيد المحاضرات اللي فاتت باختلافات بسيطه جدا. تعال نشوف، نفكر الناس يعني ايه بريودك سيجنال بالنسبه لديسكريت. معنى البريودك اني عندي سيجنال لو اسمها اكس اوف ان بتساوي اكس اوف ان بلس ان كابيتال. كانت في الكونتينيوس بنكتب بدل الان بنكتب تي، يعني بنقول اكس اوف تي بتساوي اكس اوف تي زائد تي كابيتال، لكن في الديسكريت بندي رمز الان، وده اللي اتفقنا عليه في من اول المحاضرات اللي خدناها في السيجنال. طيب الفاندمنتال بيريود هي السمولست فاليو اوف ان، البيريود اقل ان ممكنه بتكرر لك السيجنال. ليه؟ اصل ممكن واحد يقول لي ان رقم معين، ممكن يقول لي انها بتتكرر كل 2 ان، كل 3 ان، ما هي هتتكرر كل مضاعفات الان السيجنال طبيعيا بتتكرر، بس انت بتجيب اقل واحده فيهم اللي هي الان. تمام؟ وبالتالي الفريكونسي المناظره ليها بنسميه فاندمنتال فريكونسي. يبقى في فاندمنتال بيريود وفي فاندمنتال فريكونسي. الفاندمنتال بيريود هي الان اللي بتتكرر بيها السيجنال الديسكريت، والفاندمنتال فريكونسي هي 2 باي على ان، 2 باي على قيمه الان بتاعه البيريود بتاعتك. نكتب قوانين فورير سيريس على طول زي ما كنا بنكتب قوانين فورير سيريس بتاعه الكونتينوس تايم بيريودك سيجنال. نفس الكلام هو بس اختلاف بسيط. تعال بص معايا، انت كنت مثلا بتقول اكس اوف تي بتساوي سميشن اي كي في اس بوزيتيف جي كي اوميجا نوت تي. هنا هي بس حضرتك كاتب كي بتساوي بيريود معين اي كي في اي اس جي كي اوميجا نوت ان. الثانيه كنت بتاخد من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه لو تفتكر، هنا باخد بيريود معين وسميشن برضه. الاختلاف بقى لما بجيب الاي كي، لما كنت في الفوريير سيريس بجيب الانفر، بجيب الكوفيشنتس بكام؟ كنا بنقول واحد على تي، كان سميشن ولا انتجريشن؟ حد يجاوب. كان واحد على تي سميشن ولا انتجريشن الاي كي؟ ها؟ كان انتجريشن. الله ينور عليك. ايه ده ما شاء الله، بقيتوا 40 واحد اهو. تمام. طيب يبقى واحد على ان سميشن في بقى في الديسكريت تايم بيريودك سيجنال، يبقى نفس الكلام بس بدل ما كان انتجريشن اصبح سميشن. سميشن على بيريود اكس اوف ان في اي اس سالب جي كي اوميجا نود ان، يعني نفس القانون بالظبط بس بدل ما هو انتجريشن هو سميشن. شفت نفس الكلام بيتعاد ازاي؟ شفت المحاضره المعاده دي؟ مفيش اسهل من كده. يبقى بنقول واحد على ان سميشن على بيريود، يعني بيريود واحده اللي باخدها اكس اوف ان في اس سالب جي كي 2 باي على ان. خلاص. طبعا هنا البيريود بتاعتك بتبدا مثلا ممكن من 0 لان ماينس 1 على اساس انها واخده فتره ايه؟ فتره ان. تمام. يا اما تبدا من قيمه ثانيه. بص بيقول لك هنا ممكن تاخد من 0 لان ماينس 1، لو بدات بقيمه 3 تنتهي على ان بلس 2. المهم ان يبقى عددهم كام؟ ان. واحد يقول لي بدات من 3 لان بلس 2 دول عددهم ان. ازاي؟ اخر رقم ناقص اول رقم زائد 1، اخر رقم ان زائد 2
اول رقم 3 يبقى ان زائد 2 ناقص 3 يبقى ان ماينس 1 بلس 1 بقت ان. يبقى اخر رقم ناقص اول رقم زائد ايه؟ زائد 1، دول عدد النقط، ودي كلام قلناه كتير قوي قبل كده. فانت بتاخد بيريود كامله، مش شرط بقى بتبدا من الزيرو، بتبدا من الواحد، بتبدا من الاثنين، اللي مهم انك بتنتهي عند قيمه بحيث ان يكون عدد النقط ان، ان كابيتال. معايا يا جماعه؟ طيب كلام بسيط اهو. نقول تاني اي كي بتساوي، ركز بقى في الحته دي، ركزت في دي خلصت معاك الايه المشكله بتاعتك. ان اي كي بتساوي 1 على ان سميشنز على ان اكس اوف ان فيوس سالب جي كي اوميجا نود اللي هي 2 باي على ان كابيتال في ان. ده القانون. نخلي بالنا انا هجيب كده الاي كي. قال لك لو جيت في الامتحان جبت الاي كي وسكت وقلت لي هم دول اي كي بتوعي، تنقص. يا سلام، طب ما انا محقق قانون. اقول لك لا تنقص. ليه؟ لازم تذكر معلومه الاي كي بتاعتك بتتكرر، بتتكرر كل ان. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا لو طلع لك الاس بتاعتك ايه مثلا سالب واحد وايه واحد بس، دول النتائج، ما تقوليش ان هما ايه واحد وايه سالب واحد بس، تقول لي ان الاي واحد والاي سالب واحد بيتكرروا بعد فتره ان. يعني تكتب لي الجمله دي اي كي بتساوي اي كي بلس ان. يعني معنى كده ايه؟ يعني الكوفيشنتس بيريودك. طب سؤال، هل في الـ في الـ في الفوريير سيريز بتاع الكونتينوس كانت الاي كي بيريودك؟ النتائج بتاعتك بتتكرر ولا بتطلع النتائج اللي طلعت بتروح كاتبها رازعها لي في الورقه وخلصت على كده؟ هل كانت بتتكرر ولا ما كانتش بتتكرر؟ ما كانتش بتتكرر، تمام كده؟ يبقى هنا دلوقتي هنا بتتكرر، هنا بتتكرر، بس كده. شفت الفروقات؟ يبقى حضرتك كانت الاي كي فيها تكامل، هنا سميشن. الحاجه الثانيه ان الاي كي بتتكرر. في اسهل من كده يا جماعه؟ عشان اللي يقول لي هي دي المحاضره دي داخله، قال هو احنا ضفنا فيها معلومات؟ ده كلام فاضي. تعالى نعمل مقارنه، ليه في الديسكريت بتتكرر وفي الكونتينيوس ما بتتكررش؟ ليه الاي كي بتتكرر في الديسكريت ولا تتكرر في الكونتينيوس؟ عامل لك الجدول ده بيشرح هذا الكلام، او بيقول لك واي، او عنوان الجدول واي الاي كي از بيريودك في الديسكريت تايم سيجنال اند نوت بيريودك في الكونتينيوس تايم سيجنال. ليه؟ هو بيقول لك ليه؟ تعالى نمشي واحدة واحدة. اكتب قانونك اهو ليك بالقانون. اي كي بتساوي 1 على ان سميشن على ان اكس اوف ان اي اس سالب جي كي 2 باي على ان في ان. ده القانون. طيب اي كي بلس ان بتساوي ايه؟ يعني بعد ان، يعني كل كي تقابلني اعوض عنها كي بلس ان. ده معناه اشوف هتساوي ايه. لو ساووا بعض يبقى هي بريودك. ما ده تعريف البريودستي. تعال نشوف. واحد على ان كابيتال، اهو القانون بتاعي كتبت واحد على ان كابيتال سميشنز على فتره ان اكس اوف ان سبتها في حالها. انا اول ما تقابلني الان الكي قصدي هشيلها واحط مدالها كي بلس ان. اي اس سالب جي كي، فشلت الكي حطيت مكانها كي بلس ان في 2 باي على ان في الان زي ما مكتوب عندي كده. حلو جدا. عارفين احنا الاكسبوننشال لما يبقى فوق مجموع هتعمله اكسبوننشال اهي. تعال نفصصه بقى كده. الاكسبوننشال بقى اللي فيه ده كي بلس ان دي، ممكن استاذن من حضرتك ان الكي دي تتضرب في 2 باي على ان كابيتال في ان زائد الان كابيتال في 2 باي على ان في الان. عادي، وزعت الكي بلس ان دي على 2 باي على ان في ان وزعتها. ازاي الكلام ده؟ اهو اكس اوف ان اي اس سالب جي كي 2 باي على ان كابيتال في الان سمول زائد ها السالب جي واخدها بره انا، يبقى هنا ان اهي 2 باي ان كابيتال ان على ان، يبقى في ان كابيتال فوق وفي ان كابيتال تحت، دول حاجه. طيب تعالى بقى المجموع ده، انت عندك حاجه زائد حاجه، اجيب قلمي عشان اوضح.
انت عندك حاجه زائد اهي، انا عاملها لك بالمربع اهو، زائد يبقى ممكن اقول اكسبوننشال دي في اكسبوننشال دي، مظبوط؟ اكسبوننشال في اكسبوننشال، تعال نقول هذا الكلام. يبقى اكس اوف ان في اي اس سالب جي كي 2 باي على ان في ان في اي اس سالب اهي بوزيتيف دي في سالب جي اللي بره بقت اي اس سالب جي 2 باي ان، مظبوط؟ يبقى لحد كده انا اهو مشيت هنا دي بلس الاكسبوننشال، خدت اكسبوننشال اهو الجزء ده في الاكسبوننشال اللي جنب منه ده، خلاص قسمتها. طب هسال سؤال، اي اس سالب جي 2 باي ان بتساوي ايه؟ خد لي ده بس على جنب كده وقول لي ده بيساوي ايه. لو قلت لي ده بيساوي ايه حليت لي المشكله. اي اس سالب جي 2 باي ان بيساوي كام وليه؟ اي اس سالب جي 2 باي ان بيساوي كام وليه؟ مين يجاوب؟ اي اس سالب جي 2 باي ان بيساوي كام وليه؟ ها؟ ايوه يا باشمهندس ناس سامعاني. واحد يا دكتور. ليه؟ مين اللي قال واحد مين؟ ليه؟ ايمان. هو احنا ليه واحد يا هو احنا كنا اخدنا خدناها في اول سيكشن، هو الشكل ده بيدينا واحد بس انا ما حضرتوش ف ايوه ليه. طب ماشي فذاكرته كده وخلاص. حتى لو خدتيه في السيكشن. طب هقول لك السؤال اللي هي بقى بقول ايه السؤال ايه؟ اي اس سالب جي 2 باي ان ليه بتساوي واحد؟ يا دكتور ايوه لان الجي 2 باي دي هتبقى بزيرو، ان هي هتبقى صح ولا يبقى مفيش زاويه يا ابني؟ ما انت رتب رسمه رتب كلامك، رتب الكلام دلوقتي. حضرتك الاي اس سالب جي 2 باي ان مش هي عباره عن الاكسبوننشال، مش عباره عن كوساين 2 باي ان ناقص جي في ساين اتنين باي ان، صح كده؟ مش كوساين اتنين باي ان ناقص جي ساين اتنين باي ان، مظبوط؟ طيب الكوساين 2 باي ان، الان دي اصلا الارقام ديسكريت يعني بتاخد ايه 0 1 2 3. كوساين 2 باي بمضاعفاتها بكام؟ كوساين 2 باي بكام؟ ها؟ كوساين 2 باي بكام يا جماعه؟ بايه؟ واحد. بواحد. واحد. بواحد. يبقى دي واحد. ساين 2 باي بكام بمضاعفاتها؟ ساين 2 باي بكام؟ بزيرو. بزيرو. يبقى 1 ناقص جي بزيرو، يبقى دي كلها بكام؟ مش تطلع بواحد؟ اهي الواحد اهي. يبقى طلعت بواحد ولا ما طلعتش؟ طلعت بواحد اهي. يبقى حضرتك هتبقى اكس اوف ان في اس سالب جي كي 2 باي على ان كابيتال في ان في واحد. مش هي دي هي اللي فوق اي كي؟ هي ولا لا؟ يبقى اذا انا لما زودت ان كابيتال ما فرقتش معايا في الديسكريت تايم سيجنال، واضح؟ تمام؟ ما فرقتش. طب تعالى بص في الجدول بتاع الكونتينوس، اعمل نفس الحركه. يعني في الكونتينوس تايم سيجنال اعمل نفس الحركه، كل المعادلات هتبقى نفس المعادلات اللي عندك دي. دي واحده بنكمل يا جماعه مع بعض، معذره. دلوقتي انا لو جيت الجزء اللي كان عندي الديسكريت اللي انا ثبته في الديسكريت ده بثبته في الكونتينوس، همشي نفس الخطوات هي اجيب الاي كي والاي كي بس المره دي بلس تي كابيتال. طيب يبقى هتقف عندي في نقطه هي نفس المعادلات بس بدل التهاء الانات بحط تيهات. الان كابيتال بقت تي كابيتال، الان سمول بقت تي سمول، كله تي. فهنا اخر حاجه كانت عندي اي اس سالب جي 2 باي ان، عشان ما اضيعش وقت، اي اس سالب جي 2 باي تي، هل دي بتساوي واحد؟
ليه ما بتساويش واحد؟ هو كاتب لك نوت ايكوال 1، حد يجاوبني دي ليه لا تساوي الواحد؟ ليه لا تساوي الواحد؟ يا شباب الفكرة في التي يا دكتور مرة يعني التي ايه؟ التي مالها؟ الفكرة ان التي مالها يا باشمهندس؟ لما نيجي نفكها يعني دي هتبقى كوزين 2 باي تي بقى الساين 2 باي تي، فالتالت أهم زاوية مش هتطلع اه حلو. رقم طب واحد 2 باي تي، 2 باي تي ليه مش بواحد؟ ها ليه؟ نقول ليه؟ عارف ليه؟ مش شرط تبقى بواحد، لان التي دي واخده قيم كونتينوس. افرض عوضته بنص، افرض التي بنص، يبقى كوساين 2 باي في نص يعني كوساين باي، او كوساين 2 باي، افرض التي بربع يبقى كوساين 2 باي في ربع يعني باي على الاثنين. طب ما باي على الاثنين، كوساين باي على الاثنين بصفر، ولو كانت التي بنص هتبقى كوساين 2 باي في نص يعني كوساين باي بسالب واحد. يعني مش شرط تديني الواحد، انما في الديسكريت الان قيم ديسكريت يعني 0 1 2 3 اللي هما مضاعفات ال 2 باي اللي دايما بتديني واحد، انما هنا مش دايما، انا عايزها دايما يعني مش دايما تديني ايه؟ لازم التي لازم التي تكون بواحد او اتنين او تلاته. طب ما التي مش شرط تكون بواحد او اتنين او تلاته، انا عايز كل الفاليوز فور اول فاليوز اوف تي تديني الواحد، انما في الديسكريت فور اول فاليوز اوف ان بتديني الواحد. 2 باي في واحد او 2 باي في اتنين او 2 باي في تلاته او 2 باي في اربعه، لان قيم ديسكريت، انما هنا قيم كونتينوس فعمرها ما تديني مين؟ مش لا يعني مش عمرها يعني مش دايما بتديني مين؟ الواحد. يبقى لا تساوي دائما وابدا، فما اقدرش ان انا اساويها، ما اقدرش ان انا اقول انها دائما بتساوي دي، فعشان كده انها نوت بيريودك. وضحت الفرق بينهم؟ ها في حد عنده اي سؤال يا شبابنا يا جماعه؟ حد عنده اسئله؟ واضح يعني مع خلاصه الكلام ان الديسكريت سيجنال بيريودك لما تجيب لها الفوريير سيريس بتاعتها بتبقى بيريودك، انما الكونتينوس سيجنال نوت بيريودك. تعال بقى نوصل بقى لايه نيرس. بيقول لك هنا اكزامبل فايند اند بلوت فوريير سيريس اوف اكسبانشن اوف ذا سيجنال ساين 2 باي ان على 5. سؤال، هل زي ما كنت بعمل في الكونتينوس بعمل في الديسكريت؟ إن الكلام اللي كنت بعمله في الكونتينيوس ماله؟ بعمله ايضا في الديسكريت. بمعنى ايه يا جماعه؟ انت في الكونتينيوس كنت بتيجي تعمل ايه؟ يا اما بتعوض في القانون، يا اما تشوف تقدر تعبر عن السيجنال بدلاله الاكسبوننشال ولا لا. لو قدرت تعبر عنها بدلاله الاكسبوننشال جيب معاملات الاكسبوننشال، هي دي الفوريير سيريس كوفيشنتس بتاعتك. نفس الكلام الساين تقدر تعبر عنها بدلاله الاكسبوننشال ولا لا؟ سؤال سهل اهو، الساين تقدر تعبر عنها بدلاله الاكسبوننشال ولا لا؟ ها؟ ايوه نقدر. هو في ديلي، انا بحس الناس بتتاخر قوي في الرد. انتوا ولا ايه؟ سكرت طيب. لا لا مفيش ديلي يا دكتور، نتورك تمام. عقبال ما بتفتحوا المايك يعني. طب تمام، ساين 2 باي ان على 5 دي نقدر ان احنا نعبر عنها بدلاله الاكسبوننشال ازاي؟ اي اس جي الحاجه على 2 جي ناقص اي اس سالب جي الحاجه على 2 جي بس. طب حضرتك جبت دي 2 باي ان على 5 في 1 على 2 جي، ديت المعاملات اللي عندي. احنا عندنا البيريود بتاعتي بتساوي ايه؟ الخمسه دي هي الان 2 باي على ان يعني الان بخمسه. طبعا هنا المره دي ان 2 باي على ان كابيتال، فالان كابيتال بخمسه، يبقى عند 2 باي على ان اللي هي دي الاوميجا نود بتاعتي في واحد، يبقى ايه 1 بكام؟ بواحد على 2 جي، هي نفس اللي انا كنت بعمله قبل كده. طب والثانيه 2 باي على 5 دي قلنا انها الاوميجا نود في كام؟
سالب واحد، يبقى الكي بتاعتي بسالب واحد. ايه اوف سالب واحد بكام؟ بسالب واحد على 2 جي اهو. يبقى جبت ايه واحد وايه سالب واحد. السؤال كده المسألة خلصت ولا لسه ليها بقية؟ جبت ايه 1 وايه سالب 1، مفيش حاجة تانية في الإيهات صح ولا لأ؟ هم دول بس، لأن هم ترمين يبقى جابوني تو كوفيشنت ايه 1 وايه سالب 1. طب السؤال اللي بيطرح نفسه، هل المسألة كده خلصت ولا لازم أكتب حاجة بعدها؟ مين يجاوب؟ وليه؟ كده خلصت؟ ها؟ جاوب. لسه يا دكتور بروح بقعد في القانون ولا ايه؟ قانون ايه اللي بتعوض فيه؟ قانون القانون ايه؟ الاولاني اللي هو قانون ايه؟ ما انت الاي جبت كي بتساوي ها الاي كي بتساوي ايه؟ الاي كي زائد ان. ده ما اسموش قانون بقى، انها بتتكرر. ما احنا لسه قايلين مش ديت ديسكريت فورير سيريس، يبقى الكوفيشنتس بتاعتك بتتكرر، بتتكرر كل قد ايه؟ كل البيريود اللي هو بخمسه. يبقى لما تظهر السيجنال A1 ظهرت بعد 5 بقت A6، يبقى عند A6 هتظهر، عند A11، عند A16، كل 5 تتكرر، والA سالب 1 برضه، يعني العينتين دول كل 5 هيتكرروا. لازم تكتب AK بتساوي AK بلس N اللي مكتوبة في البرويز، ما كتبتهاش بتنقص. يعني لو انت كونتينيوس ما بتكتبهاش، ليه؟ لأنها ما بتتكررش، إنما بالنسبة للفوريير سيريس لديسكريت بتتكرر. خدنا بالنا من الحته دي؟ طب سيجنال تانيه اكزامبل 2 زي الاكزامبل اللي حليناه قبل كده في الكونتينيوس، بنحله مره اخرى في الديسكريت. بدل ما جاب لك ساين واحده، جاب لك مجموعه من الساينسويدال، واحده ساين واحده كوساين قيمه بواحد، تقدر تعبر عنها بدلاله الاكسبوننشال ولا لا؟ الاكس اوف ان دي تقدر تعبر عنها ولا ما تقدرش؟ ساين وكوساين ايوه يا دكتور. نقدر نعمل نفس الحركه حضرتك. الساين 2 باي على ان في ان تبقى بكام؟ يبقى عندي اي اس جي زائد ناقص اي اس سالب جي في حاجه على 2 جي. ده اللي عمله لك اهو، الجزء ده عمله اهو. طب وبالنسبه للكوساين، الكوساين اي اس جي الحاجه زائد اي اس سالب جي الحاجه على الاثنين اهو. الكوساين ده بس فيه زاويه، فعملها اي اس جي كل الهيصه دي زائد اي اس سالب جي الهيصه على الاثنين. معايا؟ رتب نفسه. خد ترم اي اس جي جي 2 باي ان على ان لوحدها، اي اس سالب جي 2 باي ان على ان لوحدها، اي اس جي 4 باي ان على ان لوحدها، اي اس سالب جي 4 باي ان على ان لوحدها. خلي بالك بقى الجزء بتاع باي على الاثنين زي ما عملنا في الكونتينوس، اللي مذاكر خدنا اي اس جي باي على الاثنين، خدناها كانها مضروبه فيها كانه ثابت. اي اس سالب جي باي على الاثنين برضو في الترم الثاني خدناه. واضح كده ازاي جمع؟ زي ما عملنا في الكونتينوس، اللي طبعا حضر معانا محاضره الكونتينوس وذاكرها بالنسبه له الكلام ده سهل وهايل صح ولا لا؟ ها يا جماعه، يا شباب ايوه يا دكتور مش الكلام ده قلناه قبل كده في الكونتينيو؟ انا بقوله بسرعه لان انا قلت كونتينيوس. قلنا له في الكونتينيوس تايم سيجنال، فلما يكون ديسكريت هي نفس الكلام بنقوله. جبنا الكوفيشنتس بنفس الطريقه، بدل ما بعبر ب ب ب ب ان بتي بعبر ب ان. فجبت بقى هجيب اي زيرو بكام؟ اي زيرو بكام في المساله هنا بعد ما ارتب؟ اي زيرو بكام؟ واحد بواحد. A1 بكام؟ جمع هو الترمات اللي مضروبه في اي اس جي 2 باي على ان في ان، وجمع الترمات اللي مضروبه في اي اس سالب جي 2 باي ان على ان، وجمع الترمات الاي اس جي 4 باي ان على ان، وجمع الترمات اي اس سالب جي 4 باي ان على ان. 2 باي على ان دي الفاندمنتال اللي بتمثل الاي 1، اي 1 اي اس جي 2 باي ان على ان. يبقى A1 معامله 1 على 2 جي زائد 3 على 2، اتضربت في سالب، يبقى A سالب 1 ب 3 على 2 ناقص 1 على 2 جي.
4 باي ان على ان، يبقى ضربت الفاندامنتال في 2 يبقى اي اوف 2 بتساوي نص في اس جي باي على الاثنين، و اي اوف سالب 2 بنص اي اس سالب جي باي على الاثنين. يعني انا عندي هنا دي الاي 0 ديت الاي 1 دي اي سالب 1، لان الفاندامنتال انت حط الفاندامنتال قدام عينك، الفاندامنتال هي 2 باي الاوميجا نود يعني على ان، هنا دي الاكسبوننشال سالب الكلام ده يبقى ايه سالب 1، هنا 4 باي ان على ان يبقى كانه قد ايه من الفاندامنتال، كانها ضعفها يبقى 2، يبقى 2 بنص اي اس جي باي على 2، وهنا ايه سالب 2 بنص يوس سالب جي باي على الاثنين، واخد بالك؟ يبقى انا كده عندي اي 0 واي 1 واي سالب 1 واي 2 واي سالب 2، بس اهم كتبناهم اي 0 واي 1 واي سالب 1 واي 2 واي سالب 2. خلصت المساله كده، تقفل ورقتك وتمشي ولا لسه في حاجه عايز تكتبها؟ ها؟ لا بتتكرر يا دكتور، نعمل الله اللي هو ينور عليك زياد عبد الفتاح. انت زياد مش مشهور يعني، مش من الناس اللي معروفة، بس بتجاوب اهو. دكتور النتورك، بس كنت بالعريش وضايع بس. الشبكة زياد، انت السي جي بي بتاعك كام؟ ونص يا دكتور، كام؟ 2.5 يا دكتور. اتنين ونص. طب ليه ده، انت مستواك حلو، ما انت كويس اهو. ليه يعني ليه مش، أنا ما انت حلو يعني كويس، يعني المفروض مستواك احسن من دكتور، يعني حضرتك شايف الضغط اللي علينا دكتور جامد، فغصب عننا لازم، غصب عنك يلا ايه؟ الله المستعان. لا مش قصدي، بس انت مستواك الترم اللي متفوق. فات نزل جامد يا دكتور بسبب، يلا الحمد لله. بص انت يعني انا بتكلم فيه انك انت مستواك علميا كويس، بتستوعب بسرعة، ف اي حاجه بتحصل على الكل، مش بتحصل عليك انت لوحدك، خدت بالك؟ كظروف كليه، لو انتوا بتتكلموا على ظروف اللي حاصله وكده، ده على كله. طيب دلوقتي زي ما زياد بيقول ان احنا كل الكوفيشنتس اللي عندك دي بتتكرر كل ان، الان بكام بقى عندك، اللي هي الان كابيتال، هو ما اداهاش رقم، فهي هتتكرر كل ان كابيتال، فهو رسمها كده عشوائي. بص شايف شكلها هنا، رسم الماجنتيود والفيز، فوق الماجنتيود وتحت الفيز. طبعا ماجنتيود وفيز خلاص بقى قلنا ازاي بنحول لماجنتيود وفيز، لو عندك صوره كومبلكس، الريال بارت تربيع زائد الايماجينري بارت تربيع تحت الجذر، والفيز تان انفرس الايماجينري على الريال، وتشوف انت في انهي ربع، خدت بالك؟ عشان تحدد قيمه الزاويه بالظبط، مظبوط؟ طب شفت التكرار؟ لو كانت دي كونتينوس كنت هتلاقيها مره واحده بس، يعني لو دي كونتينوس سيجنال كنا هنلاقي ايه يا جماعه، لو احنا كونتينوس سيجنال هنلاقي دي بس، هنلاقي الفيز ده بس واحد بس، ما بنلاقيش التكرار ده، ما بنلاقيش دي ودي، ومتكرره بقى لما لا نهايه، موجودين بقى يمينا ويسارا في كله، تكرار للسيجنال. لازم تكتب اي كي، اكتبها لي بس في برواز، اي كي بتساوي اي كي بلس ان كابيتال، وحطها لي برواز، لو ان كابيتال اديتها لك حددتها في الايه، في الاجابه بتاعتك، مظبوط؟ ايوه يا دكتور. في زي تاسك كده انا سايبها لك مكتوب عليها هوم وورك، حضرتك دي هتحلها وتعملها ريبورت، هي مكتوب الاجابه النهائيه بس انت هتفصصها شويه، دي هتعملها في وتسلمها للمهندس محمد القصاص، يعني هتسلمها الاسبوع الجاي. المساله دي مكتوبه في السلايد اهي، بيقول لك درايف دي سيجنال بريودك، بيقول لك طلع لي منها الايه الاي كي، انا هساعدك بس في حته فيها، هل دي تقدر تعبر عن السيجنال مباشره بدلاله الاكسبوننشال ولا لا؟ ها ولا لا؟ لا لا، فتضطر للقانون زي ما عملنا في الكونتينوس بالظبط. هندخل في البروبرتيز بقى، احنا دلوقتي كل الكلام ده بيتعاد، بس بدل ما كونتينوس بعيده ديسكريت. على فكره كان ممكن ان انا اعمل ايه، اقول لكم يا جماعه الديسكريت تايم فوريير سيريز
هو الكونتينيوس تايم فورير سيريس، والاختلاف ان الكوفيشنتس بتاعتك بتتكرر. وشكرا وادخل على اللي بعده. بس انا براعي ظروفكم وبعيد وبزيد منها كاني براجع لك على المحاضره، صح؟ ممكن اعمل كده ورايح دماغي والوقت عندنا ضيق، لكن انا عايزك المعلومه تثبت معاك ان شاء الله. لكن طول ما انت بتطنش انا لو عملت ايه مش هتفهم حاجه، مش هتتعلم. لازم في عليك عبء، كفايه عبء مثلا حضورك المحاضره، سماعك للمحاضره مره تانيه، قرايتك للسلايد، انك تبص في الشيتات وتحاول تحلها، كل دي تاسك مطلوبه منك. لكن انك انت تحضر عمال تسمعني، واخد بالك ان انا بتسمع وتروح تنام بعد كده انا سمعت المحاضره؟ لا، سمعت المحاضره دي ما تعملش حاجه، سمعت المحاضره دي ما تفيدكش. ليه؟ انت سمعتها حتى لو استوعبتها، لكن سبتها هتتركن، هتتنسى، هتلاقي مهما انا بعمل معاك ومهما بتعب معاك ولا ليها لازمه، انا بتعب على الفاضي. فتعبك لازم، انت عليك دور كبير جدا، الدكتور عليه دور، الطالب عليه دور، المعيد عليه دور، كلنا، اداره الكليه عليها دور، كلنا علينا ادوار. اي واحد بيأثر في الادوار بتاعته بيمثل مشكله في المجتمع، مش عايز اقول لك فساد يعني، بيبقاش العائق في المجتمع. يعني الطالب اللي بيهمل في دروسه دي مسؤوليته، فبيمثل لنا عائق، بيبقى عبء على الدوله وعبء على المجتمع وعبء على اسرته وعبء على نفسه وعبء على الدكتور وعبء على كل حقوق الكليه، خدت بالك؟ لكن لما الطالب يذاكر وبيجتهد وبيحل وبيتابع عليه دور. مفيش حاجه اسمها الدكتور يجي يشرح المحاضره والطالب مجرد انه سمعها يبقى خلاص كده كفايه عليا، يبقى الطالب ما يعملش حاجه تاني. لا، سماعه للمحاضره واستيعابه ليها ده جزء صغير جدا من الحاجات اللي المفروض ان انت بتعملها، صح؟ جزء صغير جدا، سماعك للمحاضره ده اقل واجب الطالب بيعمله، اقل واجب بتعمله ناحيه اسرتك، والدك او اللي بيرعاك، والدك او والدتك، كله يعني الاسره كلها، ناحيه مجتمعك، ناحيه الكليه بتاعتك، ما الكليه برضك بتتعب معاك. فانت بكونك انك انت بتذاكر هذا الكلام، انت كانك ما بتتعب معانا، انت بترد لنا الجميل اللي احنا بنعمله، واخد بالك؟ فانا عايزكم يا جماعه يعني اهتمام شويه، احنا بنعمل اللي بنقدر عليه، ان احنا بندي لك الكورس اونلاين ده اللي قادرين عليه، عشان زي ما انت شايفين الظروف والكورونا ومش عارف ايه، لمصلحتكم عشان ما يحصل لكمش ايه مشكله او ما يحصلش لحد، وربنا يعافي الجميع. فانت اعمل دورك، فين اتعب، تمام؟ طيب نكمل بس بعد الكلمتين دول. بروبرتيز بتاعه الديسكريت تايم فورير سيريس، ايه بقى البروبرتيز؟ الخصائص بتاعه الديسكريت تايم فورير سيريس، نفس الخصائص اللي احنا قلناها في الكونتينوس تايم فورير سيريس بنعيدها تاني في الديسكريت تايم فورير سيريس عشان ناكد لك على المعلومات. من ضمن الخصائص اللي احنا قلناها هي المالتيبليكيشن. المالتيبليكيشن ده اللي هو ايه؟ لو انت ضربت تو سيجنال في التايم دومين، تايم دومين بيبقى الرمز بتاعه، لو انا بتكلم على ديسكريت ان وليس تي، فلو حضرتك بتيجي بتضرب التو سيجنال في بعض، هذا يكافئ انك بتعمل ايه في الدومين بتاع الفريكوانسي، وده قلناه المحاضره اللي فاتت في الكونتينوس، هو في الديسكريت، انك حضرتك المالتيبليكيشن يكافئ عمليه الكونفليوجن. يبقى انت سيادتك لما يجي نقول اكس اوف ان في واي اوف ان فورير سيريس بتاعتها بتديني مثلا سي اوف كي، السي اوف كي دي عباره عن ايه؟ ان حضرتك بتعمل كونفليوجنز ما بين الكوفيشنتس اللي انت حصلت عليها من فورير، يعني الاكس اوف ان كانت الفورير سيريس بتاعتها ايه والواي اوف ان فورير سيريس بتاعتها بي، حضرتك تعمل ما بينه كونفليوجن، يبقى هو ده كان هو ده فورير سيريس بتاع الايه المالتيبليكيشن بتاع التو سيجنال. والعكس يعني لو الاكس اوف ان كونفليوتد مع الواي اوف ان، الفورير سيريس بتاعتها ايه؟ هي المالتيبليكيشن بتاعت الاكس مع الواي. يبقى المالتيبليكيشن في التايم يكافئ كونفليوجن في الفريكونسي، والكونفليوجن في التايم يكافئ ايه؟ مالتيبليكيشن في الفي ايه في الفريكونسي، والكلام ده ايه؟ طب الحاجه الثانيه من البروبرتيز، احنا قلنا التفاضل
بيكافئ ايه؟ لو تفتكر انك انت بتضرب في جي كي اوميجا نوت ان، فهنا التفاضل لما بنقول عليه في الديسكريت تايم اسمه الديفرنس، الفرق اسمه بقى التفاضل الاول اسمه الفيرست ديفرنس، التفاضل الثاني سكند ديفرنس وهكذا. فهو الفيرست ديفرنس ده بيساوي ايه؟ خلي بالك بقى الديفرنس بتجيبها من النظام بتاع الشيفت، يعني ايه؟ لو عندك اكس اوف ان عملت لها فورير سيريز اديتك اي كي مثلا، يبقى اكس اوف ان ماينس اكس اوف ان ماينس 1 لما اجي اجيب لها فورير سيريز هتديني ايه؟ الاكس اوف ان فورير سيريز بتاعها اي كي، واكس اوف ان ماينس 1 ديلايد فيرجن، انت عملت ديلاي في الان، يكافئ ان حضرتك بتعمل ايه؟ احنا نفتكر مع بعض في الكونتينيوس لما كنا بنعمل شيفت بنضرب في مين؟ بنضرب في اكسبوننشال، بنضرب في اكسبوننشال، فحضرتك كنت بتضرب في اكسبوننشال ايه؟ بإشارته، هنا نيجاتيف 1 يبقى حضرتك هتضرب اي اس جي كي اوميجا نود ان في سالب 1، الاوميجا نود اللي هي 2 باي على ان كابيتال، هو ضرب اهو في سالب 1، فعمل دي لوحدها اي كي، الاكس اوف ان بقت اي كي، واكس اوف ان ماينس 1 عمل الاي كي في الاكسبوننشال. لو خد الاي كي مشتركه يديني الترم ده، يبقى كاني بدل ما اعيد السؤال اضرب في واحد ناقص اي اس سالب جي كي 2 باي على ان تتضرب في اي كي، هو ده بيمثل ان انا عملت الفيرست ديفرنس باستخدام البروبرتيز. والهدف من استخدام البروبرتيز هو ايه يا جماعه؟ ان انا ما عدش المساله مره اخرى، يعني حضرتك تعبت نفسك وجبت لي فورير سيريز لسيجنال معينه، جيت لك سيجنال تانية ليها علاقة بالسيجنال اللي انت جبت لها فورير سيريز، فطالما ليها علاقة من البروبرتيز اطلع فورير سيريز الجديدة بكام من غير ما اعيد المسألة من الاول. واحد يقول لي طب انا لو عدت من الاول فيها حاجة؟ اولا تطويل، في مسائل بتبقى رهيبة عشان تعملها من الاول، فالبروبرتيز بتبقى ايه؟ هي الحل يمكن الوحيد بالنسبة لك. دي حاجة. الحاجة التانية انا ممكن افرض عليك، يعني قد ان انت لما تيجي تحل المسألة من الاول مش طويله بس انا ممكن اقول لك لازم تستخدم البروبرتيز، فعشان كده محدش يجي يقول لك انا ممكن البروبرتيز دي ما افهمهاش واهرب منها واتحايل عليها عشان ايه؟ لا، انا ممكن اجبرك عليها في الامتحان، او في مسائل في الامتحان ما تعرفش تحلها الا باستخدام البروبرتيز، لو حليتها من غير البروبرتيز هتاخد وقت كبير جدا، يمكن الوقت ما يقضيش معاك. ومش حلو ان الطالب هندسه يحل بطرق طويله، يعني انك تحل بطرق قصيره ده جزء من اختبارك، يعني الاوبتيمم سوليوشن ده جزء من الاختبار اللي انا بختبره لك، خدت بالك؟ يعني لازم تحل بحل، طالما في حل بسيط لو انت لفيت ودورت وحل مظبوط برضو ممكن يجي الدكتور يقول لك لا انا مش هعترف بالحل ده لان ده حل طويل جدا وحل تريفيال، حل تقليدي، يعتبره حل تقليدي ويقول لك انا هشطب لك على السؤال، مش هديك درجه، لان المهندس ما بيفكرش بالطريقه دي، تمام؟ فعشان كده لازم تفكر وتدي حلول ايه مع بعض. هو في حد بيسأل الصوت؟ في حاجة؟ انتوا سامعيني ولا في مشكلة في الصوت؟ الناس الصوت تمام يا دكتور، الصوت تمام. طب تمام، بس حد كان باعت في مشكلة. طيب دلوقتي برضو من ضمن البروبرتيز نفتكر مع بعض بارسيفالز ريليشن. بارسيفالز ريليشنز بيقول ايه؟ لو عندنا اكس اوف ان عملنا لها فورير سيريز ادتني ايه كي، خدت بالك؟ فاكرين بارسيفال ريليشن كان بيقول ايه في الكونتينيوس سيجنال؟ كان بيقول ايه؟ واحد على تي تكامل على البيريود اكس اوف تي سكوير دي تي، يعني الباور بتاعي بيساوي مجموع الكوفيشنتس اللي هي في الفريبو. هي نفس الكلام بالنسبه للديسكريت، نفس الكلام، يعني الافريج توتال باور مجموعه من الافريج باور ان اول اوف اتس هارمونكس كومبوننتس. واحد يسأل سؤال ايه فايدة الكلام ده؟ اقول لك افرض ان انا اديتك الكوفيشنتس، فاكرين لما قلت لكم الساين والكوساين، قلت لك كوساين اوميجا نوت تي، قلت لك الباور بتاعها بكام، وجبنا الكوفيشنتس، اديتك الكوفيشنتس ما اديتكش السيجنال في التايم دومين. واحد يقول لي بسيطة، انت مش اديني الكوفيشنتس اعمل لها انفرس فورير واحولها واجيبها في التايم واحسب الباور. قلت له ليه؟ طب ما هو اصلا بارسيفال ساعدك انك من خلال الكوفيشنت تقدر تحسب الباور. ليه؟ جمع الماجنيتيود سكوير بتاع كل كوفيشنت، ده الكوفيشنت قدامك كده جمع الماجنيتيود سكوير بتاعتها، مجرد انك بتجمع الماجنيتيود سكوير بتجيب الباور،
يبقى ايه الداعي انك ترجعها لدومين تاني؟ ما هو بيقول لك شوف انت في انهي دومين واستخدم القانون اللي ايه اللي موجود قدامك ده. تمام، تعالى بقى نعمل سامري للبروبرتيز اللي احنا اتكلمنا عنها، سامري زي ما عملنا سامري قبل كده في البروبرتيز المختلفه اللي اتكلمنا عنها ساعه لما اتكلمنا على الكونتينوس تايم بيريودك سيجنال. نقول برضو اول حاجه في البروبرتيز بنكتب القوانين، اول حاجتين اول صفين اهو القوانين، الفورير سيريز سينسيز يعني التخليق، بنقول ان الاكس اوف ان بتساوي السمشن بتاع كي بتساوي ان اي كي في اي اس جي كي اوميجا نود ان، ده القانون. يعني الاكس اوف ان اللي هي التايم دومين بيتمثل بمجموعه من الكوفيشنتس مضروبه في اكسبوننشال. طب الفوريير سيريز اناليسيس الكوفيشنتس اصلا بتساوي ايه؟ واحد على ان سمشن على بيريود الاكس اوف ان نفسها في اي اس سالب جي كي اوميجا نود ان. المعلومتين دول نخلي بالنا لما اجيب لك مساله، بكرر الكلام ده، الكلام ده اتقال قبل كده، لما اجيب لك مساله اقول لك اعمل فوريير سيريس يعني انا عايز الاي كي، ما اجيش عايز الاي كي تبقى حضرتك تيجي تعوض في تاني قانون على طول، مش بتقولي مش انت عايز الاي كي، لا، لو قدرت تعبر عن السيجنال وهي في التايم بدلاله مجموعه من الاكسبوننشال، خدت بالك معاملات الاكسبوننشال هي دي الاي كي، فيبقى القانون الاول مناسب زي الساين والكوساين، الساين والكوساين تقدر تعبر عنها بدلاله مجموعه من الاكسبوننشال، فبالتالي معاملات هذه الاكسبوننشال هي الاي كي. ما قدرتش لقيت سيجنال مرسومه مش عارف ايه، يبقى تضطر انك تستخدم القانون الثاني ان الاي كي واحد على ان سمشن على بيريود اكس اوف ان في اس سالب جي كي اوميجا نود ان. يبقى دول القانونين بتوع فورير سيريس بتوع الديسكريت تايم، يعني بنقول عليه ديسكريت تايم فورير سيريس. طب الشيفتنج بروبرتي لو شفتنا نفس الكلام اللي كنا قلناه قبل كده في التايم دومين، اكس اوف ان ماينس ان نود الفورير سيريس بتاعتها بتساوي ايه؟ حضرتك اكس اوف ان فورير سيريس بتاعتها بايه؟ باي كي. طيب بما اني شفت نيجاتيف ان نود، حضرتك اول ما تلاقي انك شفت حط قلمك واكتب في اي اس جي كي اوميجا نود، اكتب كده اي اس جي كي اوميجا نود، قيمه الشيفت باشارتها يعني مقدار الشيفت باشارته حطها في الايه؟ معامل الاكسبوننشال اللي فوق ده، انت كتبت اي اس جي كي اوميجا نود اضربه في الديلي باشارته، يبقى حضرتك اهو حطيت اي اس جي كي اوميجا نود الديلي بكام؟ سالب ان نود، رحت حاطط السالب ان نود اهي. يبقى اي ديلي كده حضرتك اول ما تلاقي ديلي اضرب الاي كي اللي هي بتاعت الفورير سيريس بتاعت الاكس اوف ان اضربها في اي اس جي كي اوميجا نود، واستنى كده بص الديلي قد ايه؟ سالب ان نود، يبقى حط سالب ان نود فوق. طلعت مش عارف بوزيتيف ان نود تحط باشارتها. وطبعا منها عمليه العكسيه، لو ضربت اكسبوننشال اهي في الاكس اوف ان يكافئ ديلايد، يعني العمليه العكسيه في ازدواجيه اهي في البروبرتيز، يبقى لو ضربت في اكسبوننشال يكافئ انك شفت، بس التشفيت هنا، هنا جي اوميجا نود ان دي بوزيتيف ام، التشفيت هيبقى نيجاتيف ام، هنا اشاره عكسيه، فناخد بالنا من الحته دي، يعني انت لو ضربت في اكسبوننشال في الاكس اوف ان يكافئ ديلاي باشاره عكسيه، لكن لما تيجي تعمل ديلاي يكافئ تضرب في اكسبوننشال باشاره مش عكسيه. ناخد بالنا من الحتتين دول بيلخبطوا شويه، لكن اللي بيذاكر وبيحل وبيتابع كويس ان شاء الله ما يتلخبطش، ان شاء الله ربنا يكرمه يعني. طيب السكيلينج، يعني دلوقتي لو عندي اكس اوف ام اوف اي اوف ان، يعني مثلا عملت سكيلينج للسيجنال بتاعتك، عملت لها سكيلينج ضربتها في حاجه، دي هتكافئ ايه؟ انك انت قسمت على قيمه السكيل والبيريود بتاعتك ام في ان اللي هو قيمه البيريود بتاعتك، يعني البيريود اللي بيتغير. طب التفاضل انت في التفاضل في الكونتينوس تايم سيجنال كنت بتعمل ايه يا جماعه؟ لما كنا بنفاضل كنا بنضرب في كام؟ بنضرب في جي كي اوميجا نود. هنا التفاضل بنضرب في حاجه كبيره شويه، التفاضل هنا اسمه فيرست ديفرنس، ديفرنس ما بين السيجنال والسيجنال الديلايد منها، ده معنى التفاضل في الديسكريت، معنى التفاضل في الديسكريت كده. طب ده معناه ايه الديفرنشيشن ده؟ ان حضرتك بتضرب في واحد ناقص اي اس سالب جي كي اوميجا نود،
ده التفاضل. بتضرب في حاجه ايه بقى؟ الثانيه كنت بتضرب في جي كي اوميجا نوت، ده واحد ناقص اي اس سالب جي كي اوميجا نوت. طب لو كملنا التفاضل بتضرب التكامل، الحاجه اللي ضربت فيها بتقسم عليها لو انت بتعمل تكامل، وده اسمه الانتجريشن اللي هو اسمه سميشن. ليه؟ لان الانتجريشن معناه في الديسكريت تجميع مجموع. فانت لو جمعت الفوريير سيريز، يعني لو جيت قلت لك جمع لي الفوريير سيريز بتاعت الاكس اوف كي دي، حضرتك هتقسم على واحد ناقص اي اس سالب جي كي اوميجا نوت، يبقى ده الكلام بتاعك. طيب البارسيفالز ريليشنز، يبقى ندخل على حاجه تانيه اسمها ايه؟ البارسيفال ريليشن. البارسيفال ريليشن دي بتقول ايه؟ اهي واحد على ان، عشان حساب الباور، واحد على ان سميشنز بتاعت الان بتساوي ان اكس اوف ان الماجنتيود سكوير، خلاص كاني بحسب الباور. دي بتساوي ايه؟ مجموع الكوفيشنتس بتاعتي بتاعت الايه؟ الفوريير سيريز، يعني الكوفيشنتس الفريكونسي اللي انا حصلت عليها بقعد اجمع هذه الفريكونسي بتاعتي. تمام؟ هنا حاطط لك جدول مجمع فيه الكونتينوس تايم والديسكريت تايم، يعني حاطط لي جدول مجمع لي فيه الكونتينوس تايم والديسكريت تايم. ايه ده بقى الجدول ده؟ في الاول يبقى ده لك جدول انت بعد ما بتخلص بقى مذاكرتك تروح جايب الجدول، الجدولين قصاد بعض، ده كده ملخص لك المحاضرتين، المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي، مش المحاضره اللي فاتت كمان اللي قبلها بالبروبرتيز. اهي اول صفين بيمثلوا الفوريير سيريز بتساوي ايه، وطبعا هنا لو عملنا الاكس اوف تي بتساوي ايه والاكس اوف ان والكوفيشنتس بتساوي ايه، سواء في الكونتينوس تايم او في الديسكريت تايم. الشيفتنج بروبرتي، بص بص زي بعض، زي تي ناقص تي نوت اي كيف يو سالب جي كي اوميجا نوت تي نوت، هنا اكس اوف ان ماينس ان نوت اي كيف يو سالب جي كي اوميجا نوت ان نوت، يبقى ده اسمها ان. لما تضرب في اكسبوننشال يكافئ ديلي مع اشاره عكسيه، نفس الكلام في الديسكريت. السكيلنج انك بتقسم على بتشوف البيريود بتاعتك. التفاضل انك ضربت في جي كي اوميجا نوت، هنا ضربت في واحد ناقص اي اس سالب جي كي اوميجا نوت. التكامل انك قسمت على جي كي اوميجا نوت، هنا قسمت على واحد ناقص اي اس سالب جي كي اوميجا نوت. بارسيفالز ريليشن، واحد على تي تكامل على بيريود اكس اوف تي سكوير دي تي اللي هي الباور مجموعه الكوفيشنتس اللي عندك. هنا واحد على ان سميشن اكس اوف ان سكوير اللي هي مجموعه الكوفيشنتس اللي عندك الاي كي سكوير. واضح يا جماعه؟ طيب هو كده انا خلصت الجزء بتاع الديسكريت تايم فورير ايه سيريس. ممكن ابدا بقى في حته كده صغيره. ها في اي اسئله؟ في اي اسئله يا جماعه؟ نعم كده الجزء يا دكتور ده لغايه الامتحان السكشن الجاي لغايه الجزء ده صح؟ طب استنى عليا كده 10 دقايق اخلص ونتكلم على الامتحان او كده. ماشي دلوقتي ده كده هبدا في هنت كده صغير 10 دقايق بس على الجزئيه اللي بعد كده. احنا كل اللي درسناه ده للبريودك سيجنال، فورير سيريس دوت كان للبريودك سيجنال، درسناه للكونتينوس تايم بريودك سيجنال وللديسكريت تايم بريودك سيجنال. المحاضره اللي جايه طبعا بنبدا فيها لان في ضغط في المحاضرات، فطبعا بايه عايزين ندخل سنه كده في المحاضرات اللي ايه عشان نديكم كميه كويسه. ففورير ترانسفورم نبدا بقى، الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم بيتعامل مع النون بريودك سيجنال، يعني السيجنال مش بريودك. هل فورير يقدر يتعامل؟ اه طبعا، يعني انا عايز احول من تايم لفريكونسي يجي يقول لي النون بريودك ما اعرفش اعملها. فتعالى كده نعمل خريطه ان انا عندي الفورير ترانسفورم ينقسم الى في عندي كونتينوس تايم سيجنال وفي ديسكريت. الكونتينوس دي قد يكون فيها ابريودك جنب بعض كده، يعني نون بريودك. واخدين بالكم من ابريودك دي؟ الآ والبريودك لازقين في بعض مش بعاد عن بعض، دي اسمها نان، دي نان عشان بس في ناس ما بتاخدش بالها منها. نان بريودك وبريودك سيجنال، ونفس الحكايه للديسكريت، في آ بريودك يعني نان بريودك زي ما قلنا وفي بريودك سيجنال. يبقى انا ده الفورير ترانسفورم. طب احنا ايه اللي خلصناه وايه اللي عملناه؟ ان احنا المفروض الفورير ان انت تحول السيجنال من التايم دومين للفريكونسي دومين. طب استنى كده بس، احنا اللي خلصناه الكونتينوس يعني خدنا ده بريودك،
وخدنا فوريير ديسكريت وبريودك. الابريودك هو ده اللي ما خدناهوش، الابريودك هو ده اللي ما خدناهوش، النون بريودك ده فوريير ترانسفورم، صح كده؟ او انا هقول لك على حاجه، الفوريير اللي احنا خدناه في البريودك اسمه فوريير سيريس، هل في فوريير ترانسفورم للبريودك سيجنال؟ هو في للبريودك سيجنال بس مشابه لفوريير سيريس للايه اللي احنا خدناه قبل كده، مشابه للفوريير سيريس اللي احنا خدناه قبل كده. فاحنا هنتكلم على كله، هنتكلم تاني فوريير ترانسفورم للنون بريودك وللبريودك، وفوريير ترانسفورم للنون بريودك والبريودك بالنسبه للديسكريت والكونتينوس تايم سيجنال. طب عشان بس برضو نقرب المعنى، الهدف الفوريير ده بيعمل ايه اصلا، او العالم ده صدعنا ليه عشان نمثل السيجنال في الفريكوانسي دومين. طب انا دلوقتي قدرت اعرف السيجنال قبل كده، خدت بريودك سيجنال وقدرت احولها للفريكوانسي دومين، طب هل اقدر ان السيجنال نون بريودك اعملها بنفس الطريقه؟ ازاي؟ هعتبر ان النون بريودك بريودك. ايه ده، هتيجي تقول لي النون بريودك بريودك، بريودك ببريود كام؟ حد يقدر يقول لي؟ يعني ممكن اعتبر السيجنال النون بريودك بريودك ببريود قد ايه؟ حد يقدر يقول؟ حد يقدر يرد على السؤال ده؟ يعني انا ممكن اعتبر النون ايه؟ ما لا نهاية. ما لا نهاية، الله ينور عليك، ما لا نهاية with infinite، اوعى تكون قريتها من هنا، infinite period، صح كده؟ يعني ايه؟ طب انا هديك اقول لك ازاي، افرض كده، بص لو عندي سيجنال كده، دي مع التي طبعا، دي بريودك ولا نون بريودك؟ انا عمال اكمل اهو، دي بريودك ولا نون بريودك؟ من شكل كده يعني انا سامع على قد ما اقدر، دي بريودك ولا نون بريودك؟ بريودك بريودك اهي، بريودك بريودك، بلصات عماله بتتكرر كل فتره زمنيه. طب لو انا عملت كل بريود تي مثلا، لو دي تي، لو القيمه دي تي ودي 2 تي، يبقى هي بتتكرر كل قد ايه يا جماعه؟ بتتكرر كل قد ايه؟ ها؟ بتتكرر كل قد ايه؟ كل تي. طب لو انا جيت بقى السيجنال دي، رحت ماسح دي وماسح دي وماسح دي كده وشويه النقط دي عشان مكان بلغي كله، دي بريودك ولا نون بريودك؟ دي بريودك ولا نون بريودك دلوقتي؟ بريودك. ايه؟ نون. نون بريودك. هي بتتكرر كل قد ايه؟ اللي بيقول بريودك بتتكرر كل قد ايه؟ طب مش ممكن اعتبر ان دي بريودك كل تي بما لا نهايه؟ ازاي؟ البلصايه اللي قدامك دي بعد ما لا نهايه ظهرت تاني، ظهرت عند ما لا نهايه، انا من عند ما لا نهايه ممكن اي حاجه، بعد ما لا نهايه ظهرت، خدت بالك؟ يبقى اقدر اقول ان البلصايه دي ظهرت بعد ما لا نهايه. فقدرت اتحايل على المساله، اعتبر النون بريودك، النون بريودك انه بريودك ببريود تي بما لا نهايه، يبقى همشي بقوانين فوريير سيريس بس البريود بما لا نهايه، وطلع قوانين فوريير ترانسفورم اللي هي بتتعامل مع النون بريودك سيجنال. فهمتوا الفكره ماشيه ازاي؟ اهي اهو الكلام اللي انا قلته ده، الرسمه اللي تحت اكس هات دي البريودك، والاكس اوف تي ديت السيجنال النون بريودك. قال لك ان الاكس هات دي اللي عليها موجه تقول لاكس اوف تي لو التي راحت لمين؟ لما لا نهايه. لو التي بتاعتك راحت لما لا نهايه تقول لهذا الشكل. يعني احنا لو بصينا كده، السيجنال اللي فوق دي، دي اللي انا بشاور عليها بالايه، بالليزر، دي هي دي نون بريودك، انما السيجنال اللي تحت دي مالها؟ دي بريودك، اسمها اكس هات اهي، اكس عليها موجه، الاكس اللي عليها موجه تقول للاكس اوف تي لو التي راحت لما لا نهايه، يعني التي دي راحت لما لا نهايه اصبحت دي بريودك بره. منها بقى نقدر نستنتج القوانين بتاعت الايه؟ الفوريير ايه؟ الفوريير سيريس بتاعتي. يعني نقدر ان احنا نجيب الفوريير سيريس بتاعتنا. طب انا هسال سؤال، هو انت كنت كل فوريير سيريس بتتعامل مع كي اوميجا نود ولا مع ايه اوميجا نود؟ مش بتقول جي كي اوميجا نود اي اس سالب جي كي اوميجا نود تي، او اي اس بوزيتيف جي كي اوميجا نود؟ معاملات الكي اوميجا نود بتتعامل مع كي اوميجا نود ولا مع اوميجا؟
بتتعامل مع ايه؟ مع كي اوميجا نود. المره دي هتتعامل مع الاوميجا، يعني بدل ما تتعامل مع كي اوميجا نود هتتعامل مع ايه يا جماعه؟ مع الاوميجا. يعني هنخلي ان الكي اوميجا نود هي الاوميجا. بص اهي مكتوب عندك اهي ان الكي اوميجا نود اللي عندك دي هتتعامل معاها انها الايه؟ الاوميجا. فاذا الفورير سيريس اللي حضرتك متعود عليه لما عندنا زي سكوير بالص كده، لما حضرتك كنت بتجيب الفورير كوفيشنتس بتاعتها ساين 2 ساين كي اوميجا نود تي 1 على كي اوميجا نود تي، اللي احنا كنا استنتجناها في المحاضرات بتاعت الفورير سيريس بتاعت الجزء بتاع الكونتينوس تايم سيجنال. احنا بنتكلم على كونتينوس الاول دلوقتي، مش بنتكلم على ديسكريت. فحضرتك كل ما بتزود التي بتلاقي، هتلاقي ان الديسكريت بتاعك بيحصل له ايه؟ يعني كل ما بتزود التي، يعني التي مثلا البيريود بتاعك ب 4 تي 1 او 8 تي 1 او 16 تي 1، كل ما بتزود التي بتلاقي عمليه الديسكريتايزيشن اللي طالعه. هو انا هسال سؤال، هو عشان بس ما لخبطكش، هو فورير سيريوس بتاع الكونتينوس تايم سيجنال بيطلع ديسكريت ولا كونتينوس؟ بيطلع ديسكريت ولا كونتينوس؟ ها؟ في الفريوي كونتينوس ولا ديسكريت؟ هسألك سؤال ديسكريت عشان ما تتلخبطش. هو الساين تي لما تيجي تجيب لها فورير سيريس بتاعتها بتطلع ايه؟ ساين تي، جيت قلت لك هات لي فورير سيريس بتطلع بايه؟ ها؟ ساين تي لما تجيب لها فورير سيريس بتاعتها بتطلع بايه؟ ها؟ يا باشمهندس عايز الفورير سيريس، يعني ساين تي مش انت بتقول ايه 1 ب1 على 2 جي وايه سالب 1 بسالب 1 على 2 جي بس؟ صح؟ ما ده فورير سيريس بتجيب الكوفيشنز، صح؟ مش بتقول ايه 1 ب1 على 2 جي وايه سالب 1 بسالب 1 على 2 جي؟ ولا انا غلطان؟ ها؟ مش بتقول ايه 1 ب1 على 2 جي وايه سالب 1 بسالب 1 على 2 جي؟ مظبوط؟ ها يا جماعه؟ طيب يبقى قيمتين اهو، يبقى ديسكريت. مهما تجيب بتجيب حاجات، الحاجات متباعده عن بعضها، صح ولا لا؟ طب كل ما تزود التي بتاعتك، يبقى انا بقى عندي السيجنال اللي عندي دي الكونتينوس تايم سيجنال اللي هي اللي هي الشكل بتاع السكوير بالس، البلصات اللي جنب بعضها دي، لما جيت جبتها بتبقى ديسكريت. راجع المحاضره هتلاقي ديسكريت. كل ما بتزود البيريود تايم بتلاقي ان الديسكريت بيقرب من بعضه. يعني ايه؟ بيبقى عدد الديسكريت كتير، كل ما التي تزيد كتير، كل ما تزيد التي كتير. طب لما يوصل لما لا نهايه هيبقوا عدد ما لا نهايه، يبقى بدل ما يكون الناتج ديسكريت هيبقى كونتينيوس ولا ديسكريت؟ لما يبقى انفاينايت نمبر يبقى كونتينيوس ولا ديسكريت؟ المفروض يبقى كونتينيوس. كونتينيوس اهو، يبقى الديسكريت فريكونسي بوينت اللي كاتبها لك على اليمين اهي، بص كاتب لك ديسكريت فريكونسي بوينت بيكام دنسر، يعني اكثر كثافه ان اوميجا اس تي انكريز، اكثر كثافه يعني يكاد يقول ان هو بدل ما يكون ديسكريت بقى كونتينيوس. بدل ما بتتعامل مع كي اوميجا نود بتتعامل مع اوميجا. مش انت بتقول جي كي اوميجا نود، كي اوميجا نود عند كي بواحد كي باتنين كي بتلاته كي باربعه، بيبقى ديسكريت. خلي لك ان ترددات محدده، فتصبح الترددات لا نهائيه الترددات، بقت اوميجا اصبحت كونتينيوس. يبقى دي الخاصيه بقى، ان فوريير ترانسفورم بتاع النون بيريودك سيجنال بيكون النتيجه كونتينوس في الفريكوانسي دومين وليس ديسكريت في الفريكوانسي دومين. لازم دي تبقى واضحه عندك، يعني انت لما بتمثل السيجنال بتاعتك في الفريكوانسي دومين بتكون ديسكريت، لان السيجنال اصلا بيريودك. لو نون بيريودك هتلاقي ان هو عدد لا نهائي من الترددات، عدد لا نهائي من الترددات يعني كونتينوس. خد بالك، هو بص مثلها لك ان مور دينس، بص كده هيزيد 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 بقى الملا نهائي، هيبقى كانهم متوصلين ببعض، النقط دي متوصله ببعضها. خلاص؟ فمنها بقى بيصل، بدل ما نقعد نثبت هذا الكلام، يعني انت اكس اوف جي اوميجا اللي هي فورير ترانسفورم اهو، اكس اوف تي في اي اس سالب جي اوميجا تي. بدل ما اقول كي اوميجا نود بقت اي اس سالب جي اوميجا تي، يبقى انا لو عندي السيجنال اكس اوف تي اللي هي نون بريودك بضربها في اي اس سالب جي اوميجا تي بكامل، هذا هو
الاكس اوف جي اوميجا. معايا يا جماعه؟ هنصل للقانونين دول بقى، اللي هو الاكس اوف تي بتساوي ايه واكس اوف جي اوميجا بتساوي ايه. واضح ان المعادلتين تكامل، المعادلتين تكامليتين، مفيش داعي للاثبات. يبقى اكس اوف تي بتساوي 1 على 2 باي سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف جي اوميجا بي اس جي اوميجا تي دي اوميجا، واكس اوف جي اوميجا هي سالب ما لا نهايه ما لا نهايه اكس اوف تي بلس سالب جي اوميجا تي دي تي. يبقى دول فورير ترانسفورم وانفرس فورير ترانسفورم. يبقى لما بحول من الفريكونسي دومين للتايم دومين ادي المعادله اللي فوق، لما بحول من التايم دومين للفريكونسي دومين ده المعادله اللي تحت. ده بالنسبه للسيجنال بتاعتك مالها لو كانت نون بيريودك. كله اتعامل مع مين؟ مع جي أو مع اوميجا مش كي اوميجا نوت، دي حاجه. وما فيش حاجه اسمها تي، ما فيش تي كابيتال، ما فيش تي كابيتال في المعادلات، تمام كده؟ فهو بقى قال لك الحته دي. طيب كده يعني المعادلتين دول طبعا هنأكد معاهم بدايه المحاضره الجايه، على اساس ان انا بدأت لك في الجزئيه بتاعت الايه الفورير ترانسفورم. كده انا انتهيت من المحاضره بتاعتي. يبقى انا ادينا الديسكريت تايم فورير سيريس، وبدانا في الفورير ترانسفورم، عرفنا المعنى بتاع الفورير ترانسفورم ان السيجنال بتاعتي بتكون نون بيريودك، وقلنا ان احنا عندنا قانونين خاصين بالفورير ترانسفورم والانفرس فورير ترانسفورم. الفورير ترانسفورم هو اللي بيحول لي من التايم دومين للفريكونسي دومين، والانفرس هو اللي بيحول لي من الفريكونسي للتايم دومين. الانفرس بيحول لي من الفريكونسي بيرجعني للايه للتايم دومين بتاعتي. يعني هنا اخر قانونين دول اهو، ده الاناليسيز، يعني اللي تحت ده هو ده الفورير ترانسفورم، واللي فوق ده الانفرس فورير ترانسفورم. في اي مشكله بالنسبه لك لحد كده؟ طيب كده انا خلصت المحاضره بتاعتي. ممكن اسيفها كده الاول واشوف الاسئله بتاعتي.